السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالباتي حبيباتي، طالبات الصف الأول الابتدائي، أهلا ومرحبا بكل حبيباتي في درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية. وكما تعودنا حبيباتي، قبل بداية شرح الدرس ينبغي علينا أن نتعرف أولا على القيمة الشهرية وهي المشاركة، ثم القيمة الأسبوعية وهي الأمانة. هيا بنا حبيباتي لكي نتعرف معا على أهداف الدرس. الهدف الأول أن تعدد الطالبة آداب الطعام والشراب، والهدف الثاني أن تذكر الطالبة دعاء الانتهاء من الطعام والشراب، وأيضا دعاء دخول المنزل والخروج منه. آداب الطعام والشراب: إني أبدأ بسم الله قبل الأكل وقبل الشرب، آكل بيميني بهدوء محترما من يجلس جنبي، لا أزعج غيري بحديثي أو أشغل نفسي باللعب، وأنا آكل ما يكفيني حتى لا أشكو بالتعب، لكن لما أنهي أكلي لا أنسى أن أشكر ربي، الله المنعم يرزقني فأرى نورا يملأ دربي. هيا بنا حبيباتي لكي نتعرف معا على آداب الطعام والشراب. أولا حبيباتي، أريد من كنا أن أعرف ماذا ترى في هذه الصورة؟ أحسنتم، نرى شخصا يتناول الطعام، وماذا يقول قبل تناول الطعام؟ بسم الله. إذن من آداب الطعام والشرب حبيباتي أن أبدأ طعامي بقول بسم الله، وقبل أن أبدأ بالطعام ماذا أفعل؟ أغسل يدي قبل الأكل، وماذا أيضا حبيباتي؟ آكل بيدي اليمنى، وماذا أقول عند الأكل؟ بسم الله. وما هو الدعاء الذي نقوله حبيباتي؟ اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. هيا بنا حبيباتي لكي نتعرف بعد الانتهاء من الطعام ماذا نقول؟ أحسنتم، الحمد لله، أي نحمد الله وأقول الحمد لله. وما هو الدعاء الذي نقوله بعد الانتهاء من الطعام؟ الحمد لله الذي أطعمنا وساقانا وجعلنا مسلمين. وماذا نفعل بعد الانتهاء من الطعام؟ أغسل يدي بعد الأكل بالماء والصابون وأنظف أسناني. هيا بنا حبيباتي، أريد واحدة من كنا أن تقول لي ماذا ترى في هذه الصورة؟ أحسنتم، شخص يدخل المنزل. طب وما هو دعاء دخول المنزل؟ أحسنتم، عند دخول المنزل أقول بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا. أحسنتم حبيباتي. وعند الخروج من المنزل ماذا أقول؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. والآن حبيباتي، على كل طالبة أن تفتح مصدر التعلم صفحة 73 الإجابة على السؤال الأول بمفردها. هيا بنا حبيباتي، على كل طالبة أن تفتح مصدر التعلم صفحة 74 الإجابة على السؤال الثاني.